ما بعد ذلك. ومما يذكر في ذلك فيستطرف أن أحد فقهاء المسلمين وهو سحنون تلميذ تلاميذ الإمام مالك أنه كان مرة جالسا مع أصحابه في درسه، لكنه كان متنكدا منقبض النفس، حتى إذا جاءه خادمه فأسر في أذنه أمرا فانطلقت أساريره وانشرح صدره، فجاء بعض تلامذته له وسأله عجبا من حاله، فإنه لم يستر حتى سمع ذلك الحديث من خادمه. فقال سحنون: نظرت في نفسي فوجدت أني لم أصب ببلاء في بدني ولا في مالي ولا في ولدي، وإن لي جاها عظيما في البلد، فخشيت أن يكون ذلك أحد أمرين: إما علامة نفاق، أو أن الله عز وجل سيأتيني ببلاء يذهبني مرة واحدة. حتى إذا جاء ذلك الخادم فأسر لي في أذني أن حديقة، يعني مزرعة، أن حديقة لي في المكان الفلاني أصابها حريق، ففرحت بما أصابني من بلاء لما أعلم أن الله عز وجل قد دفع عني أكثر. وذلك من الأمثلة الدارجة بيننا أنه إذا أصيب امرؤ بمصيبة قال: ما دفع الله كان أعظم. وهذا حق، فإن المرأة يدفع الله عز وجل عنه البلاء الأعظم بالبلاء الأشد، وهذه مرحلة للمتقين، وهي الرضا ببلاء الله عز وجل والرضا بالمرض، ليعلم أن ما أصابه أخف وأقل مما أصاب غيره، وأن هذا من رحمة الله إذ أصيب بالأقل ليدفع عنه الأعظم، إلى غير ذلك من الأمور التي